مشاهدينا الكرام في قناه شوك تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الاطار المباشر من مدينه الدار البيضاء. اكيد كل صباح كنكون معكم في جوله صباحيه مدينه كازا. كنقول لكم الاجواء كدايره خصوصا مع فصل الصيف، والكل كيتوجه للمقر ديال الخدمه ديالو، وهذه هي الاجواء بالنسبه للناس اللي كتسولني. انا ملي كنجي انا كنجي من المتجفين في اتجاه الوازيس ان شاء الله الى مقر العمل. في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، كيف ما كتشوفوا هذه الأجواء الصباحية مدينة كازا في هذا الأثناء. في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، وكيف ما كتشاهدوا معنا هذه الاجواء الصباحيه مدينه كازا. كنقلوها لكم مباشره، يعني كيف ما كتشوفوا كل واحد غادي الرزق ديالو، غادي يجيب واحد لقمه العيش ديالو. إلى اللقاء.